بالنسبة ليوم الجمعة بحول الله سنستجر عبور اضطراب جوي سريع الحركة، سيشمل المناطق الشمالية الوسطى والشرقية يخصها ببعض الأمطار المحلية، أمطار محلية أيضا بشمال الصحراء والواحات، واستقرار في الوضعية الجوية نحو الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، وهذا طيلة هذه الفترة مع درجة حرارة تبقى باردة على العموم بالمناطق الشمالية إلى غاية شمال الصحراء. بالنسبة ليوم السبت بإذن الله تحسن تدريجي في حالة الطقس نحو المناطق الشمالية، لكن تبقى سحب عابرة مع ضباب نحو المرتفعات الداخلية، وهذا خلال الصباح الباكر بعد الأمطار تبقى محتملة على شمال الصحراء. يوم الأحد استقرار تام في الوضعية الجوية نحو المناطق الشمالية الوسطى والغربية مع ضباب محلي خلال الصباح الباكر، احتمال لبقايا بعض الأمطار تخص المناطق أو السواحل الشرقية، أمطار أيضا ضعيفة بالنسبة لشمال الصحراء والواحات، درجة الحرارة تبقى فصلية على العموم، ونشاط بعض الزوابع الرملية تبقى تخص